شيئا فشيئا. هذا المحلول الشفاف يملأ الكأس. القلة هنا تعني الكثير. يتم إضافة مواد كيميائية، خليط ومزيج يكشف نتيجة التفاعل. ترافق خارجة مختصة هؤلاء الطلبة في هذه العملية. نحن على مستوى المعهد الوطني المتكون أو المتخصص في التكوين المهني 5 مليانة على مستوى ولاية عين دفلة. هنا راكم في شعبة الماء والبيئة، وفي هذه الشعبة تمكنا من معناتها تكوين طلبة في فروع عدة، منها الرسكلة، رسكلة النفايات، منها كذلك البيئة، ومنها كذلك معالجة المياه. شحال عندك هنا طالب المستقبل؟ هي في الطالبة معناتها على حسب الفروع، مثلا عندنا فرع البيئة فيه تقريبا 30 متربص، فرع كذلك هذا بالنسبة للسداسي الأول، السداسي الرابع عندنا 15 متربص على معناتها رايحين يتخرجوا. استفدنا بزاف، خرجنا خرجات ميدانيه، شفنا شغل الخدمه كيفاه، لي بوست اللي رانا رايحين ليهم، درنا لي تيبي معاهم، تعلمت بزاف صوالح سيرتو التطبيقات لي تيبي اللي نديروهم، شغل تاع المهنه مباشره في المهنه. البلاستيك ماده حاضره في يوميتنا، نكاد لا نستطيع الاستغناء عنها. يستقبل هذا المصنع كميات كبيرة من النفايات، يتم رسكلتها وإعادة تدويرها عبر مراحل عديدة. كي نريسيفيو القرعة جوز على مراحل، اللي هي جوز على المغازيني اللي ريسيفي السلعة تاعو يوزنها ويحسبها، بعدها جوز على طابل دو تري، بعدها يروح في مرحلة الطحن باه يصبح جاهز للإنتاج للصناعة. هذا نتاج عملية تدوير جزئي. بقبضة يد تتحول هذه الحلقة من حصة نظرية إلى تطبيقية. تلقينا زيارة مجموعة من المتربصين المصنع تاعنا رسكلة البيوتي، تابعين للمعهد التكوين المهني، بغرض الاطلاع على جميع المراحل اللي نقوموا بها هنايا في المصنع تاعنا، جميع المراحل الرسكلة اللي نقوموا بها من بدايتها حتى آخر مرحلة وهي خروج المنتوج النهائي، وهذا كله بهدف تعزيز كفاءات وشباب لديهم خبرة في هذا المجال. طرقنا مراحل تاع الرسكلة بكامل أنواعها، كاين طرواز زيتاب للرسكلة اللي شفناها مع ليزانجينيور اللي راهم هنايا، والحمد لله شغل دينا ديزانفورماسيون. وش هي يعني الحاجة اللي اكتشفتها جديدة؟ أنا المنتوج النهائي كان منتوج نهائي نستعمله في عدة مجالات، من هذا والتخفيف من الأضرار على البيئة. يتم فرز اللدائن وغسلها وتقطيعها. خدموا به يعني إعادة دوران الرسكلة في ترانسفورماسيون دو بلاستيك، يعني ننتجوا فيه ألياف البلاستيكية اللي هي لا فيبر بور بالي. تتحكم هذه الكفاءات الشبانية في تقنيات تحويل النفايات إلى سلعة أساسية ثمينة. المهمة الأساسية المخولة إلى هذا القسم مراقبة سيرورة نظام العملية الإنتاجية اللي تمثل في إنتاج الألياف البلاستيكية، يعني من الوقت اللي تكون فيه يعني مادة أولية إلى غاية تكون فيه يعني عبارة عن منتج نهائي اللي يتمثل في ألياف بلاستيكية. تكيف مراكز التكوين المهني مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية يشكل انفتاحا حقيقيا على سوق العمل. هل يعني من دولة ما صدقوا راحت الآن ولا من بين الدول اللي تسمى تصدير؟ بون عندنا شحال من دولة كنا نصدروا فيها، واحد 12 دولة حقيقة. دعونا كل الشركاء الاقتصاديين، المدراء التنفيذيين، الغرف المهنية لتدارس العلاقة وتوطيد العلاقة بين قطاع التكوين المهني والشركة الاقتصادي، كما تم إمضاء اتفاقيات نموذجية مع بعض الشركات الاقتصادية على مستوى قاعة مداولات، كما تم عرض كذلك نموذج لعلاقة بين شركة اقتصادية وقطاع التكوين المهني.
يشكل التكوين المهني اليوم رهاناً يؤكد التزام الدولة لتصور يفتح آفاقاً جديدة تحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية كبيرة.